السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناه اجي تعلم. في هذا الفيديو غندوزو لاباج 40 من المقرر الجديد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. نبداو اول وضعيه. اقرا الوضعيه واتوقع جميع الاخطاء التي يمكن ان يقع فيها متعلم اخر اثناء حله لها واجابته على اسئلتها. اجيب على الاسئله متجنبا الاخطاء التي توقعتها. اذا شنو هما الوضعيه؟ يحتوي برميل على 600 لتر من الحليب، نصف هذه الكمية وضع في قنينات سعتها 3×4 لتر، 200 لتر تم تعبئتها في قنينة تسع 1×4 لتر، والباقي من الحليب وضع في قنينات من 1×2 لتر. طبعا حنا ما غنجاوبوش على الأسئلة ديال الأخطاء. طبعا نبين الأخطاء، إذا غيكون في الضرب غتبدل القسمة أو القسمة غتبدل الضرب، إذا غنجاوبو حنا ديريكتومون على الأسئلة ديالنا باش ما نضيعوش الوقت. إذا أحسب عدد القنينات التي تسع 3×4 لتر. إذا نشوف شحال القنينة عندي، قال لي هو تسع. إذا نصف هذه الكمية اللي هي شحال؟ نصف الكمية 600 هي 300 لتر. إذا 300 لتر شحال القنينات فيها؟ تسعها 3×4. إذا قلنا 300 غنقسموها على 3×4. طبعا كما قلنا باش تكون عندي القسمة على كسر تتولي هي الضرب ديال المقلوب، دابا تولي هي 4×3. إذا 300 مقسمة على 3 هي 100، مضربة في 4 هي 400، إذا هي 400 قنينة. مزيان. ندوزو للسؤال الثاني. القنينات التي تسع 1×4، هو قال لي 200 لتر تم تعبئتها في قنينة تسع 1×4 لتر. إذا غنشدو حنا 200 وغنقسمو على 1×4، كما قلنا القسمة تتحول لضرب وتولي هي 4×1، إذا 200 مضربة في 4 هي 800 قنينة. السؤال الأخير، والباقي من الحليب وضع في قنينات من 1×2 لتر. إذا أنا عندي 300 هنا وعندي 200 هنا، وفي الأصل قال لي 600، إذا شحال بقى؟ بقات 100 هي اللي بقات، بقات عندي 100. 100 طبعا كما قلنا نقسموها على 1×2، المقلوب ديالها هو 2×1، إذا 100 2 هي 200، هي 200 قنينة. هادو هما الأسئلة اللي عندنا هنايا. كما قلنا إلا جينا نعاود نحسبو هنا، 100 زائد 200 هي 300 زائد 300 هي 600 لتر اللي عطاونا أصلا في المعطيات. إذا الطريقة صحيحة. ندوزو للمسألة الثانية. كتلة حلوى هي 840 غرام، تتكون من 2×5 من الدقيق، 3×10 من السكر، وواحد على عشرة من الزيت، وواحد على عشرة من البيض. ويحسب كتلة الدقيق وكتلة السكر وكتلة البيض وكتلة الزيت التي تتكون منها هذه الحلوى. طبعا حنا غادي نشدو، اشنو غنشدو حنا؟ 840 غرام، وغنشوفو كتلة الدقيق. إذا أنا عندنا كتلة الدقيق، إذا هي 840 كما قلنا كتلة الدقيق تساوي لنا 2×5، إذا بتعطيني هي 840 مضربة في 2 ومقسمة على 5 هي 336 غرام. نشدو عاود تاني كتلة السكر، هي 840 مضربة في 3 مقسمة على 10 بتعطيني هي 252 غرام. كتلة الزيت هي 840 مضربة في 1 ومقسمة على 10 هي 84 غرام. كتلة البيض هي 840 مضربة في 1 ومقسمة على 10 هي 84 غرام. إذا هادو هما الكتل ديال الدقيق والسكر والبيض والزيت اللي تكون من هاد الحلوى هادي. ندوزو للتمرين 3. أحسب كل جداء وأختزل كل ما أمكن ذلك. هنا عندي الجداء، وطبعا أصلا الجداء في الكسور تيكون أصلا ساهل. إذا نشوفو عندنا 1×4 مضربة في 2×4. إذا هنا كما قلنا إلا عندي الضرب ديال الكسور، البسط في البسط والمقام في المقام. إذا 1×2 هي 2 و 4×4 هي 8. طبعا ممكن نختزلها، غنقسم هذا على 2 وهذا غنقسمو على 2 بتولي عندي هنا هي 1×4. واضحة؟ ندوزو للعملية الموالية. 5×3 مضروبة في 2×7. إذا هنا كما قلنا البسط في البسط والمقام في المقام هي 10×21، ممكنش نختزلها. ندوزو للعملية الموالية. 2×3 مضروبة في 1×2، إذا هي 2×6. ممكن نختزلها نقسم على 2×2 بتولي عندي هي 1×3. ندوزو العملية الموالية. إذا 7×4 مضربة في 7×4، 7×7 هي 49، و 4×4 هي 16. العملية الموالية
8 على 3 مضروبه في 10 على 3، اذا 8 في 10 هي 80 و 3 في 3 هي 90. كما تلاحظوا ندوز العمليه المواليه اللي هي 5 على 6 في 90 على 7. 5 في 90 45 و 6 في 7 هي 42. ندوزوا التمرين 4. التمرين 4 انقل واكمل. هنا طبعا تا هو عندي الضرب، اذا هنا هي 11 على 15 مضروبه 25 على 7، طبعا هنا هي 11 في 25 تتساوي لي 275 على 105 اللي هي 5 في 7 هي 105. طبعا هذا راه قابل للقسمه، قابل للاختزال، كما تلاحظوا انه تنتهي بخمسه وهنا تنتهي بخمسه، اذا الوحده ديالو فيها خمسه، اذا قابل للقسمه على خمسه ممكن نختزلو. العمليه المواليه هنا هي 2 في 15 على 12، كما تلاحظوا هذا ما عندوش المقام، طبعا ما تيكون عندو المقام، تيبقى المقام هو 12، واحد هو اللي عندي، اولا ممكن نديرو واحد، هي واحد في 12 هي 12 اصلا، اذا هي 10 على 12 فهو قابل للاختزال. 7 على 11 مضروبه في 5 على 12، اذا 7 في 5 هي 35، و11 في 12 هي 132. العمليه المواليه اذا هي 1 على 3 في 2 على 5، اذا 1 في 2 هي 2 و3 في 5 هي 15. اذا نمروا للتمرين 5 انقل واكمل. اذا هنا كما قلنا الى عندي كسر قسمه مع كسر تيولي الضرب وفي المقلوب ديال الكسر الثاني، اذا هي 3 في 8 24 و7 في 2 هي 14. تلاحظوا هنا كان عندي قسمه ولا الضرب، هنا 3 على 5 ولات 5 على 3، 2 في 5 10 و4 في 3 هي 12. قسمه ولا الضرب 4 على 6 ولات هي 16 على 3، 4 في 6 هي 64 و11 في 3 هي 33. قسمه ولا الضرب 2 على 12 ولات 12 على 2، 7 في 12 هي 84 و9 في 2 هي 18. العمليه المواليه 4 على 5 مقسمة 3 على 7، إذا هي الضرب ديال 7 على 3، 4 في 7 هي 28 و5 في 3 هي 15. والعملية الأخيرة حتى هي قسمة ولا الضرب والمقلوب ديال 3 على 7 هو 7 على 3، 1 في 7 هي 7 و4 على 3 هي 12. تمرين 6 طبعا هنا غادي نكمل العملية، طبعا هنا ساهل عندي هذا، إذا ما أن تلاحظ أنهم عندهم نفس المقام إذا ممكن نقص أو نجمع، خاصو يكون عندهم نفس المقام، إذا 5 ناقص 4 هي 1 على 3. 5 على 3 ناقص طبعا 3 على 3، اذا 5 ناقص 2 على 3 هي 3 على 3. هنايا 5 ناقص 2 هي 3 على 3. 6 على 3 ناقص 3 على 3 هي 3 على 3. طبعا هذا طريقه سهله فقط، هذا الشيء غير البدايه ديال الكسور. ندخل لدفتر واحسب، كما تلاحظوا هنا عندي نفس المقام تنحسب البسط عادي، 6 ناقص 1 هي 5 على 6. عندي هنا عاوتاني 6 6، 5 ناقص 2 هي 3 على 6. عندي هنا 5 على 6 ناقص 3 على 6 خاصو يكون عندهم نفس المقام، هي 2 على 6. مزيان، دابا ندوزو ل 8. مسألة 8 يقضي حسن 1 على 12 من يومه في تناول وجبات، و1 على 12 من يومه في ممارسة هوايته المفضلة، و1 على 12 في إنجاز واجباته المدرسية، و2 على 12 في ممارسة الرياضة، وربع يومه في المدرسة، وحسب كم يقضي حسن في النوم. اذا نشوفوا واش عندي، اذا غنجمع هذوك كاملهم، اذا غنجمع 1 على 12 زائد 1 على 12 زائد 1 على 12 زائد 2 على 12 زائد الربع ديالو اللي قالوا لي. اذا فاش جمعتهم هنايا عطاتني هي 9 على 12، هي 9 على 12.